كل صلاة تصليها على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله وملائكته عليك عشرة، وكل واحد أرسلت له وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أخذت مثل أجره في كل مرة، فكيف لو كررها وأعاد نشرها؟ آلاف من الصلاة عليك من الله وملائكته، وآلاف من الحسنات وتكفير السيئات ورفعة للدرجات، فلا تتردد وكن تاجرا فطنا، وابدأ مباشرة بعد نهاية المقطع.